السلام عليكم يا شباب، اهلا بكم في فيديو جديد في لعبة ديمنيك. في هذا الفيديو سأعمل معكم تحدي معرفة اللاعبين من وجوههم في لعبة ديمنيك. بس قبل ما نبدأ متنساش تشترك في القناة وتعمل لايك. ولا بينا ندخل الى التحدي. اول لاعب معنا ايرلينج هالاند، ده محمد صلاح، ده ليو ميسي، ده كيليان مبابي، ده كريستيانو رونالدو، ده فينيسيو جونيور، وده رحيم ستيرلينج، وده اشرف حكيمي، وده فيرجيل فان دايك، وده الحارس اليسون بيكر، وده لوكا مودريتش، وده تيبي كورتوا، وده نيمار جونيور، وده جوا كانسيلو، وده خليدو كوليبالي، وده ايبك فارديول، وده جوا فيليكس او جوا فيليكس، وده سون، وده فيل فودن، وده المهاجم الفاريز لاعب منتخب الارجنتين، وده كامافينجا، وده بوسكيتس، وده دوناروما، وده سيرجو راموس، وده ماركو فيراتي، وده البلجيكي لوكاكو، وده دي باي الهولندي، وده جوردي ألبا، وده فابينهو، وده فالفيردي، وده تير شتيجن، وده تشواميني. وده كان كل اللي معانا في فيديو اليوم. انتظروا الجزء الثاني من تحدي معرفة وجوه لاعبين من لعبة ديمنيك. بس ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك. وانتظروا الفيديو الجزء الثاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.